38 84 84 يا غير ذلك. هذه سرقة، هذه سرقة لله وسرقة للشعب وسرقة للأمة. أين هم درج سرقة؟ واليوم درج برضو درج. وقل يا ربي صلى لا ينفع، وقل يا عم اللحية لا ينفع، وتقل يا عم البركة لا ينفع. إيه كل مدار بيسة 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 لا كتر لها. صحيح أنك تكون عادل وأن تكون منصفا حيث كل شبر تقف فيه في الكرة الأرضية ينبغي أن تكون مؤمنا نظيفا طاهرا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عندك طابع خاص في كل شيء، في مصروفك، في انفاقك، في عطائك، في بذلك، في خدمتك. دائما عندك ما يميزه، عندك ما يميزه. قل لا انا اصلي معكم، انا اصلي معكم، ولكن لا 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 ما عنديش ما يميزني يا اخي. غير ما امري ما يميزني اني يعني جيت معكم خلاص. لا 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 لا، انت تضيع وقتك، تضيع وقتك، انت انسان تضيع وقتك. الله هو الذي قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الساده المعلمين اللي قالوا داخل الدين، داخل في الدين، مش نعرف بس نتحدث عن الموضوع هذا. داخل في الدين، الدين دخل فيه كل شيء. اما دخول دون دخول في التفاصيل، عندما المدارس تغلط، جامعات تغلط، ادارات تغلط، المعامل تغلط ابوابها، جريمه في حق الله، جريمه في حق هذا الدين، جريمه في حق المجتمع. احنا ما عندناش كرشه، ما عندناش كرشه يخرج. لا لا، عندنا طلبات اخرى وعندنا مهمة اخرى وعندنا غايات اخرى اكثر من هذا، اكثر من هذا. عندك عقل شغال، عندك ثقافة، ثقافة ينبغي أن تفهم، ينبغي أن نفهم المصلون، ينبغي أن يفهموا. هل الشعب عنده ما يعطيك ولا لا؟ هو المطلوب، مش كرافات هي تحل المشكلة، لا، الشفافية. لو ثم برنامج وحدة أنا أدعوكم إلى أن تناضلوا من أجل هذا، ثم برنامج يتبث كل يوم أو كل أسبوع، كل يوم أو كل أسبوع، كل يوم أو كل أسبوع، برنامج برنامج هذا. الشعب هو الذي يفرض الإرادة تاع المعلمين وتاع الأساتذة والإداريين والعمال تفرض هذا. سموها الشفافية، شبه الموضوع، سموها الإخلاص، سموها من أين لك هذا؟ برنامج هذا عنده هدف واحد، أن يخبر الشعب كل أسبوع، كل أسبوع يخبر الشعب بعدما تمده الوزارات المعنية بالأمر، مؤسسات المعنية بالأمر تمده بالميزانية قبضا وصرفا. ايش بالك الميزانية وايش مازال؟ من خلال معرفة الناس الصندوق ايش فيه والميزانية ايش فيها، تستطيع حينما تريد ان تفتك او ان تنال نصيبا تبدا تطلب فيه وانت على الراس دون ما تعطيه لحركة الناس وحركة المجتمع. راهي ثم دول يحبون الفقراء ويحبون الاولاد ما يقروش، ثم الدول يحبوا الجامعات مسكره، يحبوا المعامل مسكره. انه استعمار من نوع جديد، استعمار من نوع جديد. قبل الاستعمار جابوا السلاح في الاربعينات والثلاثينات والعشرينات، وقبل القرن هذا جابوا السلاح نتاعهم والعتاد والمدافع والطيارات وعملوا معسكرات وسكنات باش يبدلوا الثقافه نتاعنا ويبدلوا المخ نتاعنا ويستغلوا الاقتصاد نتاعنا. ولما رأوا أن يحاربون عن بعد رجعوا إلى أهلهم وديارهم. لهذا لكن نحب استقلال ونحب استقرار ونحب السعودة ونحب التمكين، نحن الذين نصنع لا بمساعدات أوروبا ولا بأمريكا ولا بغيرها. السعودي اللي نحن ما نجيبوش بذراعنا وبجهدنا والذكاء تاعنا والتعب تاعنا والسوافر تاعنا، انه سعودي اخر اخر فيه مدينه، انت مدينه الاخرين. لمن صلى على هذا المنبر؟ هذا الذي علمنا اياه الاسلام، هذا الذي علمنا اياه الاسلام. نقطة ثانية، اثناء الاسبوع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يطلع المنبر ثم قضاء حصلت في النهار هذاك
الناس بالشبه. وقت يطلع في المنبر يعالج ذاك الموضوع نفس الشيء. انا اعجبه كيفاش الان افراد وسياسيون اعلاميون وبشر جعلوا من المواطنين مواطن فرد، مواطن سنه، مواطن قام به، ومواطن لا خير فيه. خطير جدا، خطير جدا. كيف اعلامي التر معناها من بين التر تاع الارض سن عادي جدا يدخل السجن؟ مش حاب نوصل العداله، لان اذا كان وصل العداله ما عادش فيها عداله، ما عادش فيها عداله.
الرجل أسر، فجاء المجيب قال يا رسول الله، يا رسول الله، إذا صليتم علي يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا. فقال له الرسول لعلك ثبت روحك، مخ عندك مخ، حبيت تكون شبيه، مش حبيب، حبيب جنة، حب يعطيه فرصة للعفو، حب يعطيه فرصة لي أن يرحم نفسه، حب يعطيه فرصة باش يستر على نفسه، يستر من الدين، هذا من الدين، حب نعرف كرهنا، هذا موجود يا أخي. قال يا سيدي أنت عندك عقل ولا نقول قالوا لا يا رسول الله بعقل. قال شو لعلك لعلك لعبت لعلك قبلت لعلك عانقت، امشي امشي. قالوا لا، قالوا لا يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا. شو انت احالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القضاء. ما عادش الحجج ثبتت او جزء منها الشاهد، الشاهد يا جماعه هنا الثقافه اليوم، اليوم عندنا حاجتين. الحاجه الاولى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعملوا ما في وسعكم في مستوى زملائكم في مستوى اسركم في مستوى وليداتكم في مستوى اجواركم وفي مستوى انفسكم، قولوا بالمعروف والنهي عن المنكر. بدلوا من سلوكات، بدلوا من سلوكات. الحاجه الثانيه نتعلم ثقافه اننا كلكم سواء، كتستنى المشرك، الرسول قال هكذا كتستنى المشرك لا فضل لا عربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالتقوى والعمل الصالح. مسؤولين كيف كيف؟ حاجة ثالثة نكون ناس نظاف، نكون ناس نظاف، نكون ناس شرفاء، نكون ناس صادقين. لكن في التركيبة الاجتماعية والحركة الاجتماعية والمنظومة الاجتماعية عندنا قوانين، عندنا مؤسسات. كانت لكم المؤسسات التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي اليوم العداله والمجالس البرلمانيه والحكومه ورئيس وخليفه ومن يحبه والولايات الى غير ذلك، مش جديده مش جديده. هذا معنى المؤسسات اللي ينبغي على الناس ان يركعوا ويخضعوا للقوم. الله يحبه والعقلاء يحبوا الحياة واستقرار البشرية لا يكون إلا بهذا الشكل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديك ولسائر المسلمين من الذنب، إنه الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستغفروه ويغفر لكم ودعوه يستجب الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على من بعث هديه ومشيئه ولنذر ونذر. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات، يقول الله تعالى في محكم تنزيله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكرت بالنقطة الأخيرة اليوم من نقطة الأمانة، أمانة. أنت مؤتمن أيها المصلي، أنت أمين أيها المصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمي من قبل الصادق الأمين. كن أميناً يهديك لكلمتك، كن صادقاً أميناً في مواقفك، كن صادقاً أميناً في تواصلاتك. امشي وانت واثق الخطوة، يهديك بارك فيك، لا ترتكبوا حماقات، لا تظلموا، أدوا الأمانات الإدارية إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى التلاميذ، أدوا الأمانات إلى المرضى، أدوا إلى الأمانات إلى البلاد والعباد، أدوا الأمانات إلى بيئتكم، أدوا الأمانات إلى زملائكم، أدوا الأمانات إلى أسركم.
نقول لك حيوية راه منتظر منك الخير الكثير يا أيها المؤمن يا أيها المصلين. راجعوا أنفسكم إلى أي حد أنتم أمناء؟ أي أي حد أنتم أوفياء؟ إلى أي حد أنتم صادقين؟ إلى شاء الله. إذا شاء الله بشيء من الراحة، بشيء وأنت عائد إلى بيتك، وأنت تتجه إلى فراشك، وأنت تذهب إلى عملك، وأنت تباشر الناس وتعاشر الناس، إذا شعرت بأمان، شعرت براحة، فاعلم أنه أنها علامة من علامات الرضا، رضا الله عليك، تشعر بها اليوم.